والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد ومن والاه، حضورنا الكريم، ضيوفنا الأفاضل، سلام الله عليكم جميعا. فمرحبا بكم وشكرا جزيلا لكم لحضوركم ولتلبية دعوتنا، وتشرفنا لكم بحضوركم في هذه الأمسية المباركة. وخير ما نبتدئ به آيات من الذكر الحكيم، فيا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد، مع القارئ الشيخ مهند زريبة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون، أدخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والآن مع كلمة يلقيها رئيس الاتحاد العام لطلبة جامعة طرابلس السيد محمد القبلاوي، فليتفضل لإلقاء كلمته مشكورة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إخوتي، أخواتي، زميلاتي، زملاء الطلاب، السادة الحضور، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني اليوم وإذ أقف أمامكم هنا وكل فخر واعتزاز بأن أرى نخبة من أفضل شباب بلادنا يتجمعون ويلتقون هنا في جامعة طرابلس، منبرهم هو منبر الكلمة. ما جمعهم هنا اليوم إلا أنهم أرادوا أن يوصلوا صوتهم إلى أن الحروب مهما تمادت وأن الخلافات مهما عظمت وكثرت، إلا أن الكلمة هي الفيصل في كل الأمور. هذا المنطلق إنني أرى شباباً هنا عيونهم ملأى بأعظم الكلمات. هذه الكلمات لطالما أردنا أن يكون ساستنا وقادة في بلادنا ينتهجون هذا النهج، وهو نهج الكلمات والحجج والمناظرات. هذا الفن هو فن عظيم جداً، لطالما كان من دواعي سرورنا واعتزازنا بأن نكون داخل جامعة طرابلس، وشباب جامعة طرابلس الذين نطمح بأن يكونوا هم يوما من الأيام قيادات في دولتنا الحبيبة ليبيا، اليوم ينتهجون هذا النهج السليم، نهج التصارح، نهج الكلمات، نهج الحوار، هذا النهج الذي نتمنى ونطمح أن يكون هو المسار الأساسي في بلادنا الحبيبة ليبيا. أريد أن أنوه هنا اليوم أنه هذا الأمر الذي نقوم به اليوم تحت مسمى نادي مناظرات اتحاد طلبة جامعة طرابلس هو نادي من عدة نوادي داخل جامعة طرابلس. يوجد لدينا نادي للكتاب، كذلك نادي للصحافة، كذلك نادي للتصوير، هم عدة نوادي. هذه النوادي لعلها تكون الآن قد برزت وبدأت نشاطها داخل الجامعة. سوف يقوم الاتحاد بدعم جميع الأنشطة التي من شأنها رفع من كفاءة هذه النوادي، كذلك سوف نتواصل ونحن مستعدون لتلقي كل المبادرات من جميع الطلاب. كل من لديه مبادرة ويرى أنه سوف يستطيع أن يوصل بها صوته ويستطيع إنشاء، ولعلنا نقول إنشاء نوادي جديدة يرى أنها تصب في مصلحة الطلاب وفي المصلحة العامة لليبيا الحبيبة، فنحن بإذن الله مستعدون لإنشاء هذه النوادي، فما عليهم إلا التواصل معنا عن طريق رئاسة الاتحاد. وشكرا وبارك الله فيكم على جمعكم الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتناظر من أجل إثبات الرأي، نتجرد من آرائنا الشخصية، نناقش أهم القضايا الواقعية لنثبت أن الحوار هو الأجدر لحل المشكلات. نادي المناظرة بجامعة طرابلس فليبدأ صراع العقول، هذا هو شعارهم، فهم مجموعة من مثقفي ومثقفات جامعة طرابلس بمختلف الكليات، جمعهم نادي يدعى نادي المناظرة، واليوم وفي هذا التجمع يضعون بصمتهم الأولى داخل حرم كلية الطب.
الآن مع كلمة يلقيها رئيس نادي المناظرة السيد صهيب محمود عمر، فليتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن نفسي وعن كل الأعضاء في نادي المناظرة بجامعة طرابلس، أرحب بالحضور الكريم ونسأل الله تعالى أن ينفع بنا وأن يصلح بنا البلاد والعباد. ضيوفنا الكرام، نحن كنادي المناظرة التابع لاتحاد الطلبة في جامعة طرابلس، هدفنا الأول والوحيد هو نشر ثقافة الحوار والاستماع إلى الآخر والوصول إلى نقطة اتفاق مهما كانت الاختلافات ومهما كانت التوجهات. نادي المناظرة لا يمثل أي توجه سياسي ولا يمثل أي توجه فكري ولا جهوي، إنما هو نابع من طلبة لا يحملون إلا هم الإصلاح والتغيير الأفضل. ولا تقتصر مناظراتنا على جانب سياسي أو جانب ثقافي فقط، إنما على جوانب متنوعة، جوانب رياضية، اقتصادية، سياسية، ثقافية، اجتماعية وما غيره من الجوانب. ونحن نعيش ونتعايش الواقع، فتفرض علينا الظروف أن نتحدث عن ما هو واقعنا في هذا اليوم مثل هذه المناظرة. يعني نطرح قضية معينة ونرى ما فيها إيجابي وسلبي لتكون الصورة واضحة أمام الجميع. وسلاحنا في نادي المناظرة هو الكلمة فقط، والحجة والدليل والبرهان هو سلاح نادي المناظرة بإذن الله تعالى. ختاما، شعارنا في نادي المناظرة هو أننا نؤمن بالاختلاف، نستمع ونتحاور. السلام عليكم. في الآونة الأخيرة أثارت عناوين المناظرات الكثير من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى بعض القنوات الإعلامية، حيث أصبح الكثير من الناس يتساءل ما هي المناظرة وما المراد والمقصد منها. والآن مع السيد محمد الكميشي، مدرب وحكم مناظرات بجامعة طرابلس، فليتفضل ليوضح لكم مفهوم المناظرة والهدف منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتناقش، نتحاور، نتناظر ونختلف، ولكن اختلافنا هذا أبدا لا يفسد للود قضية. الحضور الكريم، أسعد الله مساءكم جميعا. نادي المناظرة بجامعة طرابلس، وكما أسلف صهيب، هو نادي لا يتبنى أي فكر أو أي توجه سياسي. ونحن في المناظرات، وليس نحن، كل العالم في المناظرات يطرح القضية ويكون طرفي الحوار أو طرفي النقاش لكل قضيته والتي يدافع عليها باستماتة ويطلق لنفسه العنان فيها. في نادي المناظرة أو في المناظرات التي نتبعها نحن، نطرح القضية بالقرعة، وينتهج كل فريق المناظرة الحوار بطريقة التي يراها مناسبة. ولكن الآن بما أن القضية قضية ساعة، فقد أتيحت للفريقين يوم كامل لتجميع الإحداثيات والبيانات لهذه المناظرة. دعوني، اسمحوا لي أن أشرح لكم طريقة المناظرة والتي ستجرى بعد قليل. ستكون المناظرة على جولتين اثنتين. الجولة الأولى سيكون فيها لكل متحدث 7 دقائق. سنبدأها بعون الله تعالى بفريق الموالاة ثم المعارضة. من ثم بعد إتمام كل الكلمات سيكون هنالك خطاب للرد، يختار أحد أعضاء الفريق وسيكون مدته 4 دقائق. ستطرح الكلمة الأولى لفريق الموالاة، ومن ثم الثانية للمعارضة، والثالثة للموالاة، والرابعة للمعارضة، ومن ثم الموالاة، وأخيرا المعارضة. وبهذا تكون انتهت الجولة الأولى. أما الجولة الثانية وهي خطاب الرد، سنبدأها بالفريق الذي انتهى وهو المعارضة، ومن ثم فريق الموالاة. سأبدأ بعون الله تعالى بدعوة الفريقين، مبتدئا بفريق الموالاة. أدعو أحمد أبو شريط للتفضل على المسرح، وهو مشارك في بطولة جامعة طرابلس للمناظرات، وبطولة المغرب العربي للمناظرات، والبطولة الدولية للمناظرات في قطر. ثانيا، محمود صوان، متحصل مع فريقه على الترتيب الثالث في بطولة جامعة طرابلس، ومشارك في بطولة المغرب العربي للمناظرات في تونس، والبطولة الدولية للمناظرات في قطر. وليد بالحاج، متحصل مع فريقه على المركز الأول في بطولة جامعة طرابلس 2013، وعلى المركز الرابع في بطولة قطر الدولية 2013.
أما الآن سأدعو فريق المعارضة مبتدئا بصهيب محمود متحصنا على الترتيب الأول مع فريقه في بطولة جامعة طرابلس للمناظرات، والترتيب الثاني مع فريقه في بطولة المغرب العربي، وسادس أفضل متحدث في نفس البطولة إضافة إلى كونه رئيسا للنادي. محمد غويلا متحصن على الترتيب الثاني مع فريقه في بطولة جامعة طرابلس، والترتيب الثاني مع فريقه في بطولة المغرب العربي. ثالثا محمد بن نيس متحصل مع فريقه على الترتيب الأول في بطولة جامعة طرابلس للمناظرات، ومشارك في بطولة المغرب العربي. بسم الله نبدأ على بركة الله المناظرة بفريق المعلاء. أدعو الآن المتحدث الأول أحمد أبو شريف للتفضل لإلقاء خطابه. سلام عليكم وعلينا سلام، سلام إليكم وإلينا سلام، سلام على من رد السلام، سلام حتى على من لم يرد السلام. باسم رب السلام ورب العباد، سلام ترعرعنا فيه، سلام معجون بأرض هذا البلد، سلام ما عدنا نسكن فيه، سلام ما عاد يسكن فينا، سلام نراقبه وهو يحزم حقائبه ليهجر رويدا رويدا أراضينا ويحول مكانه تسليم واستسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الحضور، فريقي الموالاة والمعارضة، أهلا وسهلا بكم. نص قضيتنا لهذا اليوم: يرى هذا المجلس بأن الحوار الذي تتبناه الأمم المتحدة في ليبيا هو الحل الأمثل للأزمة الليبية، وتعريفنا نحن كفريق للموالاة لهذه القضية هو كالآتي: الحوار الذي تتبناه الأمم المتحدة هو تجمع لأطراف النزاع في الأزمة الليبية للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. أما الأمم المتحدة فهي منظمة دولية تضم 191 دولة حول العالم. أما الأزمة الليبية فهي الصراع القائم حاليا في البلاد من أجل الظفر باقتصاد وسيادة الدولة. الحل الأمثل للأزمة الليبية، وهي أفضل طريقة ترشدنا للوصول إلى بر الأمان، وتكون طريقة فعالة من أجل إنهاء هذا الصراع والخروج منه نهائيا. سأبدأ الآن بسرد جوانبنا كفريق للموالاة. أما أنا فالمتحدث الأول سوف أتكلم من جانب الحرية السياسية والجانب الاقتصادي والصحي والإنساني، أما المتحدث الثاني فسوف يقوم بالتحدث من جانبين وهما الأمني والتاريخي، والمتحدث الثالث سوف يقوم بتفنيد الحجج والتأكيد على حججنا. سأبدأ أولا من جانب الحرية السياسية. لابد لنا من إعطاء الحق للشعوب لاختيار من يقودها، فدائما ما كانت الأمم المتحدة تساعد الأطراف الممثلة للشعوب بإمكانية اختيار من يحكمها بشكل ديمقراطي، ودليلنا على ذلك هو دولة هايتي، حيث راقبت الأمم المتحدة أول انتخابات ديمقراطية تقيمها البلاد، وبعد ذلك حدث انقلاب عسكري على هذا الجسم الشرعي المنتخب. فقد بذلت الأمم المتحدة مجهوداتها لإعادة الرئيس المنتخب شرعياً، ودعمت استمرارية هذه الديمقراطية إلى وقتنا الحالي، وكذلك دولة كمبوديا، فقد ساهمت الأمم المتحدة في إنهاء الصراع الذي دام لمدة 12 سنة، وتولت الأمم المتحدة تنظيم الانتخابات في سنة 1993. أما من الجانب الاقتصادي فلا بد لنا يا سادة من إنقاذ اقتصاد الدولة المنهار حاليا بسبب الحروب والنزاعات القائمة في ليبيا. فإنه تفضل بالجلوس. فإنه بهذه الحوار الذي استبناه الأمم المتحدة سوف تمكننا من إعادة النهضة بالاقتصاد. فنذكر مثالا على نجاح الأمم المتحدة بالنهوض باقتصاد دولة إفريقية، ألا وهي جنوب إفريقيا، عندما كانت هنالك نزاعات بين الأقلية البيضاء والأقلية السمراء، فقد حلت هذه النزاعات وقضت على التمييز العنصري وهدأت الأوضاع.
مما جعلت من اقتصاد هذه الدولة من أكبر اقتصادات دول العالم وأقواها بل في أفريقيا. ونعلم جميعا أنها نظمت كأس العالم في عام 2010، فبذلك نؤمن بنجاح الأمم المتحدة بتبنيها للحوار في ليبيا، ذلك عن طريق الأمثلة السابقة الناجحة التي ذكرتها آنفا. أما من جانب صحي فلا يخفى عليكم جميعا قطاعنا الصحي في ليبيا، نقول أنه منهار بالكامل، فتارة نسمع بمستشفى قد أغلق، وآخر لا توجد لديه الموارد الكافية، وآخر قد انتشرت فيه وباء وأوبئة معينة، فنجد المواطنين يتجهون إلى دول أخرى للعلاج. وهذا كله بسبب ماذا يا سادة؟ إنما هو بسبب الحروب والنزاعات وعدم التوافق بين الأطراف وعدم نجاح المصالحات الوطنية التي حدثت فيما بين هذه الأطراف. دخل، تفضل. أنت تتكلم الآن عن جانب صحي، ما دخل الحوار الذي تتحدث عنه الأمم المتحدة؟ وصلت الفكرة، وصلت الفكرة. كيف ما هو دخل الحوار؟ بل يا سيدي أن الحوار الذي تتبناه الأمم المتحدة هو من سيوصلنا إلى بر الأمان وإلى سيادة هذه الدولة واستقرارها، ومن ذلك سوف نقوم بإنشاء وإعلاء هذا القطاع الصحي وتصليح ما كل ما فسد بسبب هذه الحروب. وذلك رد على سؤالك الركيك. انهيار القطاع الصحي، انتشرت الأوبئة والأمراض في دولة الكونغو والنزاعات التي حدثت بسبب الحروب في سنة 97 و98، لقد أخذت كفاية من مداخلتك، والتي تسببت في انهيار القطاع الصحي، وانتشرت الأوبئة والأمراض بين الشعوب بسبب عدم التفات أطراف النزاع كما يحدث حاليا في ليبيا بالقطاع الصحي والمواطنين، وإنما اكتفوا بماذا؟ بنشر السلاح وقتل الأرواح حتى يتمكنوا من الوصول إلى سيادة الدولة، فانتشرت هذه الأوبئة ومات العديد من المواطنين في دولة كونغو. ولكن تدخلت الأمم المتحدة مرة أخرى وهدأت الأوضاع وقامت بحوار ما بين جبهة التحرير والحكومة في ذلك الوقت وحلت هذه المشكلة. من جانب إنساني، حمام الدم يا سادة الجاري في ليبيا، حمام الدم بسبب النزاعات والحروب لم يتوقف منذ قيام الثورة المجيدة، ثورة 17 من فبراير، وحتى بعد المحاولات الداخلية للمصالحة إلا أنها باءت بالفشل، ودائما ما يكون هنالك خلف المعاهد والمواثيق وإخلال بها بين الأطراف المتناحرة. فإننا نؤمن بأن هذا الحوار سوف يقوم على تهدئة الأوضاع ولملمة الشمل، وكيف نضمن لكم ذلك؟ بأنه سوف يكون هنالك عقابات اقتصادية على أي طرف من الأطراف في حال الإخلال بأحد المعاهد والمواثيق. قد بينا لكم سيداتي وسادتي حججنا كاملة، وبينا لكم كيف نضمن لكم بأن هذا الحوار سوف ينجح بإذن الله لمصلحتنا ولمصلحة الشعب الليبي ولمصلحة كل مواطن في هذا البلد، وأنه سوف يعاقب كل من يخالف هذا الشيء بالعقوبات الاقتصادية. بارك الله لكم وعاشت ليبيا حرة أبية. شكرا للمتحدث أحمد أبو الشيخ. أدعو الآن المتحدث الأول من طريق المعارضة خوي المحمود. بسم الله نفتتح الكلام، والصلاة على محمد والسلام. سوف نحكي قصة شعب ثار ضد الظلم بل ضد الظلام، حين هب جميع أفراد شبابه يبتغي بالسلم إسقاط النظام وسقط النظام، ولكن كلكم يعلم بعد ما حصل، زاد الأمر سوءا بعد سوء حتى أصبحنا إلى ما نحن عليه اليوم. واليوم جئنا لنتكلم بواقعية، جئنا لنتكلم بواقعية ونرتدي عباءة الشفافية ونقص القصة بمصداقية لنوصل إلى أسماعكم، إلى أسماعكم حججنا القوية، ونقنع بها عقولكم الوفية في هذه الأمسية التناظرية. ولكن قبل أن ندخل في سرد القضية، دعوني أرحب بهذه الوجوه البهية التي سترسم مستقبل دولة حجية بعد حقبة سوداء دموية. ولعلي أبدأ بسرد هدفنا المعارض لهذه القضية الذي يقول بأننا نهدف من معارضتنا لهذه القضية هو الحفاظ على سيادة الدولة الليبية
على سيادة الدولة الليبية وأن يكون القرارات النهائية بيد أبنائها وليس بتدخلات أجنبية. هذا هدفنا لمعارضة هذه القضية. نحن كفريق المعارضة نؤكد معارضتنا وبشدة لهذا القرار لما فيه من تداعيات سلبية على مواطنينا وعلى بلدنا وعلى سيادتنا الحبيبة. سأتكلم أنا من جانب سياسي سيادي منطقي، وسيتكلم زميلي المتحدث الثاني من جانب واقعي تاريخي، وسيفند ويلخص حجة فريق الخصم المتحدث الثالث لدى فريقنا. تكلموا عن الحوار وعرفوا الحوار وقالوا بأن الحوار هو عبارة عن مجموعة أطراف تأتي لحل الأزمة الليبية. أخي الحبيب، أنت لديك خلط ولخط بين الحوار وبين اجتماع دول. الحوار في ليبيا الآن هو أن تجتمع الأطراف المتخاصمة على طاولة واحدة مستديرة، إما بوسيط أو إما بدون وسيط. نحن بديلنا لهذه القضية ولهذا العنوان هو أن يكون حوار ليبي صرف، يعني أن يكون الطرفين ليبيين، وكما أنتم تعلمون أن الصراع بين الطرفين ليبيين، وأن الوسيط يكون ليبي وتحت أي وفوق أي أرض كانت. المهم أن يكون وسيط ليبي هو بديلنا لهذه القضية. سأبدأ بتفنيد الحجج الواهية التي أدوا بها والتي لا تحتاج لتفنيد لأنها لم تقنعنا. تكلموا سأخذك لاحقا. تكلموا وقال بأن الأمم المتحدة تساعد على عمل الديمقراطية. تكلم بهايتي، تكلم بكمبوديا، تكلم بدول بعيدة كل البعد عن واقعنا. نحن أولا مسلمون، وتعرف أن عداوة الأمم المتحدة والحرب على الإسلاميين بالمسلمين بصفة عامة، ولن يسمح لك أن شخص سأخذك لاحقا. أي شخص تفضل بمداخلتك. نعم نعم، الآن الصراع الحاصل هو صراع سياسي أصبح إلى صراع عسكري ودموي، فهذا ليس سؤال. تكلم وقال بأنها تساعد العمل على الديمقراطية. أنا سأفضل لك مثالا بالعراق، مثالا بأفغانستان، مثالا بكوسوفو، مثالا بالبوسنة. هذه بعض الأمثلة التي دخلت فيها الأمم المتحدة ولم تكن هناك دول ديمقراطية، لم تدعم الديمقراطية أبدا الأمم المتحدة، إنما دعمت دكتاتورين، والمالكي الآن يعني بقى سنوات طويلة في العراق، فهذه ليست حجة. تكلم وقال بأن ضرب مثال بجنوب أفريقيا، تأخذك لاحقا، جنوب أفريقيا، وأنه الأمم المتحدة هي من وحد جنوب أفريقيا. المن وحد جنوب أفريقيا هو نيلسون مانديلا، والكل يعلم أن نيلسون مانديلا ذلك المناضل المعروف، فنيلسون مانديلا هو من وحد جنوب أفريقيا. ضرب مثال بالجانب الصحي. بالله عليكم أجيبوني، ما دخل الحوار الذي تتمناه الأمم المتحدة بجانب الصحي؟ أنا أقول لك حجة ستفحمك. الأمم المتحدة إذا كانت فعلا تريد بناء ليبيا فإنها لا تركز على مصالحها المتمثلة في شيئين، متمثلة في محاربة الإرهاب ومتمثلة في الشيء الآخر الهجرة غير الشرعية. لم تتكلم عن ميزانية، لم تتكلم عن صحة، لم تتكلم عن أي شيء يمس المصلحة الليبية، إنما يتكلمون عن مصالحهم فقط لا أكثر. لا سأخذك لاحقا. سأبدأ بطرح حججنا السياسية الأولى. كلكم يعلم بأن اللغة الإنجليزية هي لغة العصر بين الشعوب والأفراد الآن لغة العصر في بين الدول وبين الدول هي لغة المصالح. لن تتدخل دولة في أي دولة أخرى إلا إذا كانت مصلحة مرجوة من هذا التدخل، فلا هناك دولة تتدخل في ليبيا. وإذا كنت أن تحاججني بمثال الثورة، فالثورة لو وجدوا من الثورة ستنجح، فأرادوا أن أركبوا الموجة لا أكثر ولا أقل، فلا يوجد دولة تدخل إلا بوجود مصالح فقط لا أكثر ولا أقل، ولا تريد مصلحة ليبيا. والأمم المتحدة إذا كانت فعلا تريد مصلحة ليبيا فيجب عليها أن تركز على الجانب الأمني والفراغ الأمني الموجود في ليبيا، أن تركز على جوانب أخرى كدعم لوجستي للجيش والشرطة، معالجة الفساد، أن تدير عجلة الاقتصاد. تخيلوا معنا الأمم المتحدة لم تعطي استنكار واحد ولا تنديد واحد على الذين يقفلون المواني النفطية. هل تعتقد بأن الأمم المتحدة تريد فعلا مصلحتنا؟ الأمم المتحدة لا تريد إلا مصلحة شعوبها. الأمم المتحدة عبارة عن مجموعة من الدول يسيطر عليها من يسيطر عليها؟ يسيطر عليها الدول العظمى، فإذا كانت مصلحة الدول العظمى في ليبيا فإنهم سوف يأخذون مصلحتهم الأكثر والأقل. هذا فلنكون واقعين، نحن نتكلم من واقع. الأمم المتحدة يحكمها 5 دول عظمى، والدول العظمى هي التي تحدد كيفية التدخل وهي من تأخذ المصالح. فهذه حجة مردودة عليك أخي الكريم. إذا ما انطلقت ولدي أدلة وبراهين سأخذك لاحقا. البراهين كوسوفو، السودان، العراق. السودان تعرفوا ماذا حدث في السودان؟ السودان كانت دولة واحدة، فبعثوا من لها؟ بعثوا ذلك المبعوث الذي كان قبل
المبعوث الأخير في الأمم المتحدة وماذا قال وماذا فعل؟ قسم السودان بين شمال وجنوب، وأنتم انظروا إلى السودان وماذا حل بالسودان بين الجنوب ومشكلة دارفور وما أدراك ما دارفور. هذه المتحدة، الأمم المتحدة تفرق بين الشعوب، الأمم المتحدة تدمر الشعوب. حجة سيادية، لو افترضنا أن الحوار من الأمم المتحدة نجح، لو افترضنا أنه نجح وهذا بعيد كل البعد، نجح، فبالله عليكم هذه الحكومة التي ستكون من الأمم المتحدة، هل إذا ما جاءت الأمم المتحدة وقالت لها شيء، هل سترفض هذا الشيء؟ حتى وإن كان ضد المصلحة الليبية، هل سترضى؟ لن ترضى، ستوافق على أي شيء تقوله الأمم المتحدة حتى وإذا كان ضد المصالح الليبية، وإن كان يخالف المصالح الليبية، لأن هي من وضعتها فسوف تأخذ كلامها. وإذا انتهكت هذه الدول التي تسيطر على الأمم المتحدة جوا أو بحرا، انتهكت الأراضي الليبية، فإنها لن تستنكر حتى استنكار، لأنها تعرف أنها هي من وضعتها. فهذه أخي الكريم، ودليل على ذلك العراق، سوريا، الرقة يوميا تضرب وتقصف بطائرات أجنبية، كذلك العراق يوميا يقصف، وهذا دليل على انتهاك السيادة إذا كانت الحكومة من الأمم المتحدة. الحل هو حوار ليبي، لأننا ندرك فعلا أن ليبيا دائما ما يكون الحل في داخل ليبيا بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. السلام عليكم، أنا الطالب أحمد بوشريط من كلية تقنية المعلومات، أحد المتناظرين في نادي المناظرة والمسؤول الإعلامي عن المناظرة. طبعا اليوم أجرينا مناظرة حول الحوار الأممي اللي تتبناه الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، وأنه هو لازم تكون هي الحل الأمثل للأزمة الليبية. المناظرة كانت قوية جدا وتدور ما بين أن نبو الحل أنه هو يكون الحوار ليس السلاح، ولكن كان الاختلاف الوحيد أنه هو يكون حوار ليبي أم حوار تتبناه الأمم المتحدة. طبعا أنا كنت من فريق الموالاة والمؤيد لهذه القضية، جبنا حجج من حرية سياسية أن إعطاء حق الشعوب أن هي تحكم وتعطي الحق لمن يحكمها، وجبنا قطاعات صحية، حجة من القطاع الصحي وحجة من القطاعات الاقتصادية، وأن هي كيف حال متدهور من حالة اقتصادية وحالة صحية، وأن الأمم المتحدة لما تتبنى هذا الحوار تسهل علينا هلبة أمور، وأن احنا إن شاء الله تتوافق الأطراف المتنازعة وتتحل هذه المشاكل. بالنسبة للمناظرات، هي ليست مناظرات سياسية فقط، إنما مناظرات اجتماعية، ثقافية، علمية، صحية، تدور على كل ما يحدث في البلاد وما يحدث حتى في العالم. طبعا بالنسبة لأراء المتناظرين، كل القضايا التي تطرح من جانب نادي المناظرة هي لا تمثل أراء المناظرين حتى لو كانوا مؤيدين أو معارضين، لأن دائما ما تطرح القضية وتكون هنالك قرعة تجرى ما بين الفريقين، فيأتي الاختيار الفريق المؤيد والمعارض بالقرعة. المناظرة لابد أن تنصر نفسك في هذه المناظرة حتى وإن كنت مختلف عن أرائك الشخصية بالنسبة لهذه القضية. في النهاية أقول أن المناظرات الهدف منها هي تعليمنا وتثقيفنا من كل الجوانب العلمية والصحية والثقافية وأيضا السياسية عن الأحداث التي تدور في بلادنا الحبيبة. أحمد الغنودي، طالب في كلية الهندسة، عضو في نادي المناظرات جامعة طرابلس. كانت بدايتي أول ما تعرفت على المناظرات بعد نهاية الثورة في 2012، بدأت تثير في فضولي موضوع المناظرات، فحاولت أن أتعرف عليه، وكانت بداياتي في نادي المناظرات في الشهر المفتوح. كانت قام النادي بإجراء تدريبات للطلبة في الشهر المفتوح، فالتحقت بهم وتعرفت على فن المناظرة، ومن ذاك الوقت انطلقت فيه وأصبحت عضو في النادي. والحمد لله أن أسلوبي في فن المناظرات بدأ يتطور بعد كل تدريب. أكيد حيكون نميلك ثقافتك، حيكون عندك أراء مهما كان الموضوع، أنت حتحاول تبحث عليه وتفكر فيه من جميع الجوانب، سواء أنت كنت معارض للموضوع أو مؤيد له، فهو حيكون حيعطيك كل تفكير الناس الموجودة في هذا الموضوع.